كما يشير العنوان إلى إعراب الفعل المعتل الناقص وللفعل أنواع كما نعم الفعل الماضي تطرقنا إلى إعرابه قلنا يعرب الفعل على أنه فعل ماضي مبني على الفتح المقطع ننتقل إلى الفعل المضارع كما نعلم أن الفعل المضارع علامات إعرابه هي ضم الظاهرة على آخره ينصب ويجزم ينصب ويجزم إذا سبق بأدوات النصب وأدوات الجزم نبدأ أولا نبدأ دخل نبدأ بأدوات الجزم ندخل أداة الجزم مثلا لن يدخل التلميذ في القسم لن التلميذ لن يدخل التلميذ إلى القسم قلنا لن أداة من أدوات النصب تنصب الفعل المضارع يدخل إذن يدخل فعل يدخل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره تطرقنا فيما سبق إلى أن الفعل دخل فعل صحيح ننتقل إلى الجملة الثانية يصل عند صياغتها إلى الماضي نقول وصل أو ندخل أداة النصب لن يصل الحجاج إلى البقاع المقدسة يصل فعل مضارع مسبوق بأداة من أدوات النصب إذن فعل مضارع منصوب وعلامة النصب منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره نفس الشيء بالنسبة إلى يفوز ننتقل إلى الجملة الرابعة يمضي المعلم في عمله رغم الخطر ندخل أدوات النصب وهي لن يمضي المعلم في عمله إذا زاد انتشار الخطر أو إذا زادت شدة الخطر يمضي لن كما تعلمنا لن أداة نفي ونصب يمضي فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره يمضي نفس الشيء بالنسبة إلى يمشي الطفل في الحديقة ننتقل إلى الكلمة عفوا إلى الجملة ما قبل الأخيرة يسعى الطالب للنجاح يسعى لن يسعى ندخل أداة من أدوات الجزم لن يسعى الطالب للنجاح من هو الذي لا يسعى للنجاح هو الطالب المهمل أو الطالب الكسول يسعى لن يسعى قلنا لن كما سبق وتطرقنا لن أداة من أدوات النصب يسعى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه هل تظهر لكم أعزائي علامة الإعراب طبيعة الحال لا تظهر علامة الإعراب إذن كيف يعرب الفعل المضارع يسعى يعرب فعل يسعى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الياء الفتحة المقدرة عفوا الفتحة المقدرة على الألف ننتقل إلى الجملة الأخيرة يخلو الشارع من المارة في هذه الأيام بسبب هذه الكارثة لن يخلو هل تظهر علامة الإعراب بطبيعة الحال تظهر علامة الإعراب إذن نعرب الفعل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره إذن ينصب الفعل المضارع المعتل الناقص بالفتحة المقدرة على الياء الظاهرة على عفوا على الألف المقصورة الظاهرة على الياء والواو أعيد ينصب الفعل المضارع بالفتحة المقدرة على الألف المقصورة أو الألف الممدودة مثال لن يسعى
ينصب بالفتحة الظاهرة على الياء والواو. على الياء مثلا لن يمضيا، لن يمشيا. على الظاهرة على الواو لن يخلوا، لن ينجوا. كما يشير العنوان أعزائي، ننتقل إلى الفعل المعتل الناقص. وقلنا كما قلنا أنواع الفعل هي الفعل المضارع والفعل المضارع ينصب ويجزم. ننتقل إلى حالة الجزم. أدوات الجزم كلكم تعلمونها وتعرفونها، ما نوظف حالة واحدة وهي لم. نبدأ بالفعل الأول، لم يصل. لم يصل أداة من أدوات الجزم. يصل فعل، فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. نفس قلنا سابقا أن الفعل هذا فعل معتل لأن أصله في المضارع وهو وصال، معتل مثال. إذا المعتل المعتل المثال والمعتل الأجوف يشبه الفعل الصحيح، دخل في حالة الإعراب. معتل الآخر يمضي. ننتقل نكتب الكلمة الثانية، لم يفز أيضا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه سكون الظاهرة على آخره. نفس الشيء ننتقل إلى معتل الآخر يمضي، لم يمضي. ماذا نلاحظ؟ ننتقل إلى الكلمة الأخرى يمشي، نفس الشيء بالنسبة إلى يمضي. يسعى، لم يسعى. عفوا لم يسعى. ننتقل إلى الكلمة الأخرى، لم يسعى، لم يخلو. لم لم يخلو. ماذا نلاحظ على هذه الكلمات أعزائي الصغار؟ كلمات معتلة الآخر، لم يمضي، لم يسعى، لم يخلو. نلاحظ جيد، شكرا. نلاحظ على هذه الكلمات حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. إذا لم أداة جزم ونفي، فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. نفس الشيء بالنسبة إلى لم يسعى ولم يخلو. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب الفعل المعتل الناقص. تطرقنا إلى الفعل الماضي وإلى الفعل المضارع. قلنا الفعل الماضي يعرب كما يلي: فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. الفعل المضارع يرفع بالضمة المقدر. ينصب، متى ينصب؟ ينصب إذا سبق بأدوات نصب، مثلا لن ينصب، لن يسعى. إذا سبق قلنا بأدوات وعلى ينصب بالفتحة المقدرة على الألف المقصورة أو الألف الممدودة مثل يسعى، والظاهرة على الياء والواو. الظاهرة على الياء مثل يمشي، لن يمشيا تظهر هنا الفتحة، ولن يخلو تظهر الفتحة في الآخر على حرف العلة وهو الواو. ثم انتقلنا إلى الجزم. قلنا الفعل المضارع يجزم بحذف حرف العلة، لن يمضي حذف حرف العلة وهو الياء، يمشي حذف حرف العلة وهو الألف المقصورة، ألف المقصورة، نعم. لم يسعى وحذف حرف العلة في كلمة يخلو عندما سبقت بأداة الجزم لم. نذهب إلى
تمرين بسيط لي لنتحقق من مدى اكتسابكم أعزائي أبنائي. لابد من المرور عبر الأنشطة التالية. النشاط الأول، أعرب ما تحته خط الجملة. رمى اللاعب الكرة، يشتهي الصائم الطعام في رمه. أعيد الجملة، رمى اللاعب الكرة، يشتهي الصائم الطعام في رمه. الكلمات، الكلمة الأولى رمى والكلمة الثانية يشتهي. النشاط الثاني، أدخل على الجمل السابقة أداة من أدوات النصب والجزم مع الإعراب. لنرى الإجابة النموذجية أعزائي. أولا، رمى اللاعب الكرة. رمى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر لأنه معتل الآخر، حرف العلة هو الألف المقصورة. يشتهي، ننتقل إلى الجملة الثانية، يشتهي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة لأنه معتل الآخر. بصيغة أخرى، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء. شكرا. ننتقل للنشاط الثاني، أدخل على الجمل السابقة أداة من أدوات النصب وأدوات الجزم. أدوات النصب، أولا لن مع الجملة الأولى، لن يرمي اللاعب الكرة. لن يرمي اللاعب الكرة، لن يرمي فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لن، الجملة الثانية، أيضا مع الإعراب، لن فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الياء. ننتقل إلى الجزم، ندخل الأداة التالية على الجملتين. لم يرمي، قلنا جزم الفعل المضارع بحذف حرف العلة. فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأن أصل الكلمة هي يشتهي. أصل الكلمة رمى يرمي، لم يشتهي. لم يشتهي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف العلة، وبالتالي نكون قد أنهينا هذا الدرس الذي نتمنى أنكم استفدتم ولو بالشيء اليسير. وشكرا.